هاي أنا محمد جسرها، طياركم كوفاوندر سي أو. في 2016 صممنا أول روبوتك فارماسي في الشرق الأوسط هنا في مصر. سرعنا من خلالها صرف الروشتة ل 20 ثانية بس. ومع ذلك كان عندنا شكاوي مستمرة من بطء خدمة التوصيل المنزلي. ده خلى عندنا شغف إننا نحل أحد أصعب تحديات السوق وهي إدارة خدمة التوصيل المنزلي. بناءً على إحصائية كوميرس نيشن حوالي 40% من العملاء اللي بيعانوا من بطء خدمة التوصيل بيحولوا طلباتهم للمنافسين اللي بيتم حاليا في التوصيل التقليدي كالاتي الطلبات بيتم توزيعها يدويا على الطيارين عن طريق مودع الطلبات وده بيسبب عشوائيه وضعف في الاداء وعدم القدره على تقييم كفاءه عمليه التوصيل وهنا يجي دور طيار طيار هو اول فليت مانجمنت سوفت وير سيرفيس بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يدير الخدمه اوتوماتيكيا ويزود من كفاءه التوصيل المنزلي للشركات دلوقتي باستخدام طيار بمجرد لما الطلبات تتم على بي او اس العميل بتتبعت تلقائيا من خلال تيار اي بي اي للديسباتشنج سيستم اللي بيجمع الطلبات القريبه من بعض ويقسمها الرحلات وتلقائيا يوزعها على الفريد الخاصه بالعميل ومن ناحيه صاحب البيزنس بنقدم لايف داشبورد يتابع بيه كل تفاصيل عمليه التوصيل بما فيها تقييم كل الرحلات اللي اتعملت والتقييم ده مبني على الذكاء الاصطناعي اللي بيقيس الوقت اللازم لتوصيل الطلبات وبالتالي التقييم ده تقييم علمي مش تقييم شخص وبالاضافه اللايف داشبورد بيقدم خريطه حريه للعملاء وطلباتهم عشان توفر صوره اوضح لخطه التوسع والتسويق ولان طيار بيوتوميت كل تفاصيل عمليه التوصيل فبمجرد تشغيل خدمه بنسرع عمليه التوصيل للضعف وبالتالي بنوفر في تكلفه توصيل الطلب الى حد 50% وكمان زود نسبه ارباح الفروع الى حد 15% طيار حل مثالي لاي شركه بتقدم خدمه التوصيل منزلي تهدف انها تزود السرعه وتقلل من تكلفه التشغيل في نفس الوقت سواء كانوا صيدليات، سوبر ماركتس، مطاعم او دليفري بروفايدرز. كل الامتيازات اللي فاتت نظير اشتراك شهري لكل فرع، الاشتراكات بتتراوح من 100 دولار ل 175 دولار على حسب عدد الطلبات الشهريه لكل فرع. في خلال سبع شهور فقط سرعنا اكثر من 140 الف اوردر وعملنا مبيعات من الاشتراكات 21 الف دولار. في خلال كيو 3 السنه دي الطيار هيكون متاح للسوبر ماركتس والمطاعم في منتصف 2021 هنوفر خدماتنا للدليفري بروفايدرز زي اطلب حالا ده يساعدهم في تسريع خدماتهم وزياده كفائتها والتنبؤ باوقات الذروه في كل المناطق اللي بيخدموها في 2022 هيكون في خاصيتين جداد مميزين اولا طيار بلس هتكون اشتراك مميز بنوفر من خلاله طيارين اوتوماتيكيا للعملاء في اوقات الذروه بناء على تنبؤات الذكاء الاصطناعي ثانيا طيار اي اي هنوفر من خلاله اقتراحات لتحسين اداء التشغيل بناء على سلوكيات عمل كل شركه للوصول لاعلى كفاءه تشغيليه وبنطمح على نهايه 2023 نكون وصلنا ل 5000 فرع ومجموع اشتراكات اكثر من 10 مليون دولار ونكون سرعنا حوالي 400 مليون اوردر بمعلومات قيمه عن سلوكيات البيزنس والكاستمرز احنا حاليا بنبحث عن استثمار بقيمه 350 الف دولار عشان نوسع الفريق ونطور من التكنولوجيا الخاصه بينا انا محمد جسره كو فاوندر اند سي او في 2012 اي كو ميديا برودكشن كمباني عملت من خلالها مالتيبل تي في از لشركات عالميه في 2016 اي ذا فيرست روبوتك فارماسي في الشرق الاوسط مع دكتور حسن جسرها تيار كوفوندر فاوندر اند سي او اكتر من 40 سنه في مجال تطوير الصيدليات حاصل على لقب افضل صيدلي في شرق افريقيا من سانوفي محمد علي اور سي تي او خبر اكتر من 12 سنه في مجال التطوير واكسترنال اي في النهايه احنا تيم باشنت بالاوتوميشن ومنطمح بطيار ان احنا نغير من مفهوم ومقاييس سرعه خدمه التوصيل المنزلي